بيقولوا لي اول مره يعني نطلع الهوا، اول مره اتحكي بقى، اول مره يبقى في تلفزيون، فممكن نبقى متوترين. فقلت لهم يا جماعه شكه دبوس، ولا ايه يا عمرو؟ اكيد ها اكيد. دلوقتي على الهوا انا على الهوا، استاذ عمرو سمير، انت اهلا منورنا بيك النهارده على نسيم. الهوا. مفيش حاجه اهو، مفيش اي حاجه خالص. ياسمينه حبيبتنا اللي كانت متوتره، ياسمينه ايمن منورانا، ثانك يو. انت على الهوا؟ في حاجه؟ لا كان انت مش على الهوا ولا في موضوع. البراند بتاعنا لملابس الاطفال، صح كده؟ مظبوط. والاسم نينا صح كيدز. مظبوط. ليه نينا بقى؟ هو الكلمه اسبانيه المفروض النطق بتاعها نينيا، بس احنا بالانجلش بتتكتب نينا. هو عباره عن بنت صغيره بالاسباني. اسمها ايه بالاسباني؟ نينيا. نينيا. بس بتتكتب ان اي ان اي. طيب مين اللي بيصمم فيكو؟ احنا الاثنين، بس انا مينلي بديزاين الحاجات، وياسمينة بتساعدني في المودلز والكالرز والحاجات دي. حلو. وانت الالوان، انت عليكي اختيار الالوان؟ يعني هو يصمم الحاجه و بنختار الالوان مع بعض كده كده. بتتخانقوا بقى؟ لا لا، هي ياسمينة اكتر ماسكه جزء الماركتنج مع البرودكشن معايا، وانا ريسبونسبل اكتر على البرودكشن، التسويق. التسويق. وانت التنفيذ. وانا تنفيذ. يلا نبص على حاجات نينا الحلوه. احنا معانا 6 هدايا، هنحط دلوقتي التليفونات وندخل التليفونات بس بعد ما نشوف الحاجات بتاعت نينا كيدز. يلا. خطيرة. ده احنا بنتابع السيزن كالرز والبالات بتاعت كل سيزن، فزي ما احنا عارفين الوان الموسم. الوان الموسم. فالالوان الباستيل اللي هي عامله زي الباستيل بتاعت الرسام، اللي هي البهتانه شويه دي، نازله الترند السيزن ده موضه. فعملنا البيبي بلو منها. مع ساعات دايما كل سيزن بنعمل بيس ريترو، يعني الكتف ده اوبليتات زي زمان. فكل سيزن بنعمل 1 أو 2 مودلز كده ريترو يماتش الحاجات المطلوبه. خاطي مكتوب عليها لاف. لاف حب. لاف از اول يو نيد. الحب هو كل احنا محتاجينه. هشوفوا بقى انتوا بتصدروا ايه بقى للجيل بقى، ويرجعوا لي انا بقى لما كنت سناني وقعت بقى، حرام عليكم. تحفه. ده بس لبن يعني لبني. فاتح. لبني. لبني فاتح. والبنطلون نازل واسع. نازل واسع. دي موضه؟ دي موضه جدا. حتى للاطفال؟ حتى للاطفال. احنا البراند بتاعنا بنحاول ان احنا الحاجات اللي ممكن تمشي فيمينيم او تمشي وومن حريمي بنقدر ان احنا نعملها برضه للاطفال. برافو. ما يبقاش كله كيدز 100%. طب فكره الاوبليتات دي مش هي جريئه شويه قوي. بس من البست سيلرز اللي عندنا التيشيرت. اكثر مبيعا. اهلا. حياته. خلاص اخيرا لقينا براند بيعمل للولاد. طبعا أخيراً. احنا لما بدانا بنات بس، بعد كده طلب مننا بويز. يا روح. ده الجوردن شورت برضه نازل ترند موضه جدا السيزون ده، فحاولنا ان احنا نعمله للكيدز مع التيشيرت. البرنت اكتر بتبقى في الظهر، يعني الطباعه بتبقى في الظهر. الطباعه بتبقى في الظهر. واللون خطير. نفسي. بجد. والشورتس نازله من النص يعني؟ نازله من النص، ان هي تكون طويله شويه زي لعيبه الباسكت، مستوحاه من الـ NBA، من الباسكت اكتر. اوكي. من شورتات الباسكت. ده الموديل بتاع البراند يا البراند. باين عليه. تعالى هنا، تعالى هنا. يد. ده النجم بتاعنا. انت عندك كام سنه؟ يا خلاص قلبي انا. الله اكبر، ربنا يحفظك. حلو قوي. والتيشيرت الماتيريال بتاعتها، الخامه بتاعتها تحفه، صح؟ صح؟ اوكي ثانك يو. يا خلاص. انت اللي بتنقي المودلز؟ المودلز. ازاي بتنقيهم؟ ازاي؟ انا بشوف انستغرام كتير قوي، فبفضل يعني ادور على كيدز وليهم في بالظبط. فهمت. لحد ما وبننقي بقى حاجات مع يعني ناس معينه. داليا وجميله. هم توين. جميله وداليدا. جميله وداليدا. بس انا طبعا صعب افرقهم. بس جميله وداليدا. السات دي اكتر معموله للسمر والساحل والصيف والحاجات دي، وبرده نازله على وايد لاج. حرام يعني. اوعي توعي. هتوعي مامي. جميله. هتوعي. طب هم توأم صح؟ هم توينز. ايدنتيكال. ما شاء الله. الله اكبر. ده وده لونه ايه؟ ده سيمون. ده سيمون. طيب. وده اوف وايت. معظم الحاجات بنعملها تو كالرز، بيكون لونين. لون هادي. واللون التاني بيكون بقى هو المختلف او ماشي مع الموضه بتاعت السيزون. شقيه قوي اللي لابسه اوف وايت، صح؟ موقفينها كده تمام يعني. من الطمنة. بالعافية. مش عايزة تهدى ثانية. الله أكبر. الله يبارك. وده من عمر كام لكام؟ كل اللبس من 5 سنين ل 14 سنة. إيه ده؟ برافو. كل لبس بوي، ولادي وبناتي.
وتقعوا حطوا في بوك ليه يا مامي؟ عندهم كم سنة؟ خمسة يعني أربعة ونص خمسة ما بين كده. فظاف فظاف فظاف. يلا ورونا اللي بعدي يا روحي. ده زي ما احنا عارفين ان الحاجات الميتاليك السيلفر الميتاليك نازله موضه قوي يجنن. فاحنا حاولنا نخلي البنطلون ليه شخصيه ما يبقاش بس ميتاليك، فعملناه سترايبس مع البرين الطبعه اللي مع التيشيرت تكون نفس اللون. مخطط على برنسس. على برنسس خطيره. حاولنا نجمع ما بين حاجتين موضه اللي هو المقلم والشايني، وبرده من خمس سنين لاربع كله من خمسه كله كل حاجه. ومعظم الموديلات بيبقى فيه منها لونين. ده لونه التاني ايه؟ ده البلاك. اسود. اسود. برافو برافو. حطوا لنا يا جماعه التليفونات يلا علشان الامهات الحلوين تاخد الهدايا الحلوه. معايا اميره اصلا. اميره يا رضا ازيك يا مينو؟ كل سنه وانتم طيبين. انتي طيبه يا رب وضيوفك طيبين وكل القائمين على البرنامج طيبين. وانتي طيبه يا روح. قولي لي كل الناس على ايدي يا رب. كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه يا روح قلبي. قولي لي ايه رايك في التصميمات والالوان الفظيعه دي؟ شياكه مفيش بعد كده يا رب. مفيش بعد كده؟ لا مفيش والله. شياكه قوي. شياكه قوي. طيب مبروك علينا يا اميره. اول هديه من نينا. لا انا عايزه كنت عايزه نينيا كيدز او نينا كيدز. نينا كيدز خلاص احنا مش محتاجينه. نينا كيدز مبروك علينا اول هديه من نينا كيدز. القسيمه الفاوتشر القسيمه بناخد بدلها بيس قطعه. مزبوط. صح كده؟ مظبوط. طيب اخد نسمه. الو يا نسمه. الو ايوه يا نونو. رضوى انا بحبك جدا جدا جدا. حبيبه قلبي انا بحبكم كلكم يا نونو. كل سنه وانتي طيبه يا قلبي. انا مش متخيله اصلا ان انا بكلمك. يا حبيبتي ده بيتكو. كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي. كل سنه وانتي طيبه يا روح. ايه رايك في الحاجات بتاعت نينا كيدز؟ ايه رايك في التصميمات؟ واو فظيعه فظيعه فظيعه. بقولك ميرسي. طيب يا نونو احنا مبروك علينا تاني هديه تاني فاوتشر او تاني قسيمه من نينا كيدز. خليكي معايا ياخدوا بياناتك في الكنترول. اخد تالت هديه. مروه يا مروه. الو ازيك يا مروه؟ بعشقك انا بموت فيك. انا مش مصدقه ان انا بكلمك اصلا. انتوا القمر اصلا. انتوا القمر والله عيونكم. انا اول مره اصلا اعمل مداخله في حياتي في اي تلفزيون بس انا بعشقك. انا جوزي بيغير منك اصلا. انا بموت فيكي. بتقعدي تتفرجي علينا قدام جوزك يا مروه؟ في الإعادة ما بيجي بتفرج عليكي. في الإعادة برضه من خاف سالم برضه يا مانو. برافو عليكي. المهم إن أنتي بتتفرجي علينا. قولي لي عندنا ولد ولا بنت؟ معايا بنوتة. ربنا عندها قد إيه؟ عندها 3 سنين وسنة. 3 سنين مش هينفع للأسف يا مروة. أنا بعتذر وحقك على راسي. إحنا السن من 5 سنين صح كده؟ لـ14 سنة. طيب يبقى احنا كده خدنا هديتين بس من نينا كيدز، فاضل لنا 4. ياسمينة ايه اكتر حاجه صعبه في التسويق لملابس الاطفال؟ اكتر حاجه صعبه تشالنجينج فكره ان انا اوصل البراند. خلاص اوصل البراند والستايل ان هو مختلف عشان في ايتمز نفسها مختلفه. فصعبه اوصلها لكل الناس، مش كل الناس هتتقبلها. فاهم قصدي؟ فهمتك. ففي ايتمز مختلفه زي مثلا مش كل الولاد بيحبوا الكارجوز الشورتس. في العادي الترند هو كارجو بانتس. اوكي صح. فاحنا قررنا نغيره ونعمل كارجو ده اللي هو واسع. الواسع بجيوب. الواسع بجيوب. مش كل الولاد بتحبه. لا. فهمت. فانت بتسوقي حاجه مش موجود يعني بالزبط. فكره مش موجود. تعالى بس رايح فين؟ تعالى بس احنا خدنا الكلام ايه ده الحلاوه وايه ده؟ You look so chic. ايه ده؟ لف كده لف كده الرسمه. لف 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 الرسمه اللي ورا دي ايه؟ ناروتو. لا كرتون كل الشباب. لف يا روحي للكاميرا يا حبيبي. كل الولاد بيحبوه جدا. ايوه كده اهو. ده ايه؟ ناروتو. هو إيه؟ مكتوب يعني تحت ده كرتون. ده كرتون. كل الولاد بيحبوا كرتون ده. لا انا انمي. اوكي يعني انت يو نو اباوت يا تعرف. الله احنا ما نعرفوش. ما كنتش اعرفه برضه. انتوا بتقعدوا بقى تذاكروا. عرفت لما نقعد. طبعا لازم نعرف ايه الكرتون اللي نازل موضه السيزون ده. يعني للبنات هتلاقي ستيتش اكتر، الولاد هتلاقي ناروتو اكتر كده يعني. اسمه ايه؟ ناروتو. ناروتو. طيب ناخد ايمان. يا ايمان يا
رضوى انا بموت فيكي يا حبيبتي، ربنا يخليكوا لي وحياتك. والله من كتير قوي قوي نفسي اكلمك حبيبتي. نورتي الدنيا، صوتك نور الدنيا كلها حبيبتي. كل سنة وانتي طيبة. بحبك وانتي بألف خير، وبنوتاتك بألف مليون خير يا رب. آمين. ايه رأيك ايه مش في الحركات الحلوة بتاعت نينا كيدز؟ تحفة. طيب يا حبيبة قلبي، احنا كسبنا تالت هدية من نينا كيدز. خليكي معايا، روحي ياخدوا بيتك في الكنترول. معايا ملكة. يا ملكة، ملكة الخط قطع، خط قطع. هاخد يا ابو حضرتك بس بعد ما تدخل. طيب برضو الدراسز بنحاول ان للصيف. هي للصيف جدا بالوانه اللي هو نازل الاورنج، لازم طبعا موضه. بنعمل فيه تاتش ان هو يكون مفتوح من الجناب، اوكي، ويكون في نفس الوقت مريح وشكله كويس. هي الموديل بتاعت البراند صح؟ لا مش كله، مش كله، بس هي عارفه تقف ازاي. طبعا طبعا، هو ده بقى بندرسه بقى قبل ما يجوا اصلا، بتمرنوهم طبعا. القماشه بتاعت الفستان ده ايه؟ دي بوبلين بقطن، نوع من انواع القطن. فهمت. وعامل منها الوان ايه؟ ده في لبني وفي بينك. تحفه. ناخد هبه. يا هبه ازيك يا رضوى؟ ازيك يا بيبو؟ حبيبت الكل يا رضوى، يا روح قلبي، انت اللي حبايبي. انا من جوه انا متابعاكي من يوم ما ابتديتي وكل يوم وراكي. ربنا يسعد قلبك يا بيبو. ربنا يوفقك ويا رب يتقبل دعواتنا ليكي في الايام الجميله. اللهم امين يا روح قلبي. عندنا ولد ولا بنت يا بيبو؟ ولد وبنت. والبنت 8 سنين والولد 6 سنين. يبقى الولد. يبقى الولد. اللي هم اللي اختاروا، قالوا لي يبقى الولد. طيب اوكي. طب والبنت طبعا. البنت كام سنة؟ البنت كام سنة؟ 8. طبعا انا سمعتها تلاتة. طيب هو احنا كده فاضل معانا كام هدية يا جماعة؟ حد يقول لي؟ ثانية يا هبة خليكي معايا. هبة. أي حبيبتي معايا. خليكي معايا. احنا فاضل معانا اتنين ولا تلاتة؟ ولا واحدة؟ اتنين. هبة انت هتاخدي الهديتين اللي فاضلين من نينا كيدز. يا حبيبتي ما ينفعش قوي قوي. ما ينفعش يا مامي، ما ينفعش يعني. يور ويلكم يا حبيبتي. يعني بجد ينفع يعني دي تزعل او ده يزعل؟ انا عندي اصلا اتنين فانا فاهمه كويس. والله يا بيبي حبيبتي مبروك. حبيبتي ثانك يو حبيبتي. مبروك علينا اخر هديتين من نينا كيدز. فاضل هديتين بعد هبة. هبه كسبت الرابعه والخامسه، كده فاضل لنا هديه. يا لوحي يا لوحي. دي اللي كانت داخله زعلانه من شويه ولا دي الشقيه؟ دي كانت بتزحلق. دي اللي كانت بتزحلق. طب وهي داخله هم ايه قفشوا عليكي جوه؟ حصل ايه؟ جميله. طيب ده فلوي دريس. حاجه سيمبل مريحه تناسب كل الاجسام. وفي منه برضو ابيض، والابيض اكيد هيبقى تحفه. بالظبط، لذيذ قوي. بس انتوا اكيد الالوان اللي انا شفتها كلها انا شايفه الوان صيف، كله لون صيف، لان ده صيف كولكشن، محدش هيلبس غامق في الصيف. صح. ولا اسود ولا صح. بني ولا كحلي وكده. صح، خصوصا للاطفال يعني. جميلة. كل الالوان لازم. مشكله. خطيره يا جماعه، خطيره. يا علا، يا علا. الو، ازيك يا علا؟ الحمد لله. كل سنه وانتي طيبه يا علا. كل سنه وحضرتك طيبه. وانتي طيبه يا روحي، وانتوا كلكم طيبين وسعداء يا رب دايما. ايه رايك في الحركات دي؟ انا بحب حضرتك جدا. وانا كمان بحبكم جدا 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 جدا. ايه رايك في الحركات تحفة. اللي انا شفتها تحفه، واخر حاجه في الشياكه بصراحه. واخر حاجه في الشياكه بصراحه. طيب يا لولو، احنا كسبنا اخر هديه من نينا كيدز. خليكي معايا يا روحي ياخدوا بياناتك في الكنترول. الهدايا اللي كانت مقدمه من نينا كيدز هي قسيمه فاوتشر. بندي نينا كيدز القسيمه، ناخد بدلها القطع اللي احنا عايزينها بالسن المناسب طبعا لاطفالنا. مبروك عليكم كلكم يا حبايبي. زي ما في تي شيرتس تبقى كرتون، فبنعمل ساعات تي شيرتس ممكن تناسب مان سكشن برضو، حاجه زي الحاجات الكبيره ما يبقاش كله كرتون. تحفه. بالبنطلون. والبنطلون تحفه. هو عملي جدا جدا. وعاملين منه البنات ولا لا؟ في حاجه شبهه طبعا. في حاجه شبهه قوي قوي. والبنطلون ده عاملين منه الوان ايه؟ اسود وكاكي. اسود وكحلي. اسود وكحلي. قمر. بجد خطير ما شاء الله. والتيشيرت تستعملوا منها الوان تانية ولا؟ دايما معظم الحاجات لونين، يعني دي في منها لون اللي هو الكشمير زي بينك غامق. عارفاه. عارفاه. حلو قوي. يلا. يا خلاص وعلى الحلاوة. مش معقول يا جماعة.
وانتوا بقى عاملين ايه عشان جابوا الماما دي كسوفه فممكن نتكلم بقى اي حاجه يا جماعه لحد ما البرنس طبعا الحاجات البالم اللي هي الشجر والحاجات دي في الصيف اكتر والديزاين ده احنا اللي بنعمله احنا يعني القماشه بتكون لونها ابيض ساده واحنا اللي بنختار الديزاين ده والالوان وكل حاجه بنقعد نختارها سوا والطباعه عنده كل حاجه القماش ابيض وده ما يبص في الغساله خالص احنا بنجربه قبل ما نعرضه او قبل ما نوديه في اي حته يا خلابي وده برده من سن خمس سنين لغايه 14 سنه والشورت برده بقى الباجي الكارجو يجنن زي ما كارجو زي ما الولاد زي ما عملنا في ممكن البلد. ممكن اصورك فريده تحكي بجد عايزه اصورك عشان انا عايزه ابعته لبنتي ممكن دليل اسمها ده شرف لي ده بجد يجنن سي طب بصيلي تعالي كده تعالي عندي انا I'm your friend تعالي روحي ما تكسبيش روحي تحفة you're beautiful يا حلوة مين مزعلك تعالي قولي لطيفة جدا تعالي انتوا قافشين عليها مين مامتها فين؟ تحكي؟ انت مامتها؟ مضايقاها ليه؟ مضايقاها ليه بجد؟ تحكي على ايه؟ دي جايه غضبانه منك انت خدتي منها حاجه صح؟ خدتي منها حاجه؟ ها؟ ليه نكتم على انباز الاطفال يا مامي مش بنعمل كده يلا ده الزيبر بانس ده زيبر بانس اللي هو البنطلون زي الزيتي اللي كان ادم لابسه وبيتقلب شورت ده بالظبط والله لا انا اول مره في التسع سنين اعمل الحركه دي هو بيتلبس بكذا طريقه افتح بيتلبس كده وبيتلبس برده رجل مفتوحه كده ممكن بقى يفك خالص يبقى شورت بيبقى شورت احنا كل كولكشن كل سيزون بنعمل ايتم كده يجنن ايتم يونيك قوي ف كنا قبل كده عاملين برضو ووتر بروف جاكيت بيتقلب شنطه يعني ايوه انا شفت ايوه انا شفتها على الانستغرام كده بيتلبس شنطه بعدين شفتها على الانستغرام تحفه ده كان السنه اللي فاتت يلا تعالى يا روحي عاجبني قوي كمان ان انتوا عاملين للبنات والولاد لان الولاد بصراحه مظلومين جدا دي حقيقه في كل البراندز بتوع لبس الاطفال مزبوط. دايما بنات وحتى في الولاد بتبقى التنوع قليل صح. وبيبقى حاجات بيزك حاجات صح. اللي هو الاساسي ست ساده لكن هنا في احنا الحاجات دي كلها في قمر الرسمه دي طبعا احنا اللي رسمينها بالوانها ده باتمان ده احنا عارفينه ده باتمان ده من على ايام ثابت وانتوا اللي رسمين الرسمه دي احنا اللي بنرسم الرسمه دي وبنلونها ومتاكدين ده ما يطلعش في الغساله اي حاجه بنجربها جربناها غسلناها وعملنا كل حاجه اي موديل قبل ما بنعمل منه برودكشن بكميه انتاج بكميه عاليه لازم طبعا ان احنا نجربها في الغساله زي اي بيت مصري عادي جدا الحاجه بنشوفها تحفه ما شاء الله وبنطلون تحفه وعامل البنطلون ده الوان ايه ازرق طبعا ازرق خطير والتيشيرت والتيشيرت ابيض وفي منها بلاك تحفه انتوا نورتونا النهارده ميرسي لنينا كيدز على حاسه بحاجه بقى لا بتقولي كم على الهوا ولا لا والله طب قلت لك بس كده اهو ميرسي لنينا كيدز على الهدايا الحلوه وميرسي على التصميمات الجميله والحقيقه ان انتوا حاجتكم كمان غير انها حلوه ومختلفه التقفيل الفينش ميرسي على قد حاله يعني زي ما بيقولوا بالاسباني يعني ف كملوا keep it up نورتوا الدنيا كلها مشاهداتي عزيزاتي وبناتي الحبيبات فاصل قصير جدا نرجع لكم من هي وبس